ماسيمو الخطاب بتاعتها، هنا نختم باللايف، الخطاب بتاعت ياسر العطا، نسمع الخطاب والزور سمع الخطاب كمان تحياتنا. طبعا في ناس هنا قال لك آجل 7 ضباط برتبة نقيب و468 جندي من قوات الدعم السريع يسلمون أنفسهم للقوات المسلحة بمدينة كادوبلي. تمام. طيب ده واحد. اثنين، كذا نسمع كلام ياسر العطا ده. التالية على العدل والتنظيم. يجب تقديم تهم الخيانة العظمى والتمرد بسلطة الدولة والجرائم التي تمس بالأمانة والشرف وجرائم القتل والنهب والسلب وترويع المواطنين حتى يجتمع المجلس السيادي الانتقالي ويقرر اعفاء هذا الرجل من مهامه في مجلس السياده وتتم ايضا مصادره امواله الضخمه والمطالبه باسترجاع كل امواله والذهب الذي خرج الى خارج الوطن لتعويض المتضررين وبناء مؤسسات الدوله التي دمرها وجبر الضرر الناتج من جرائمه في دارفور وفي الخرطوم وفي كل ولايات السودان. طب كان ده نقطه مهمه جدا، ركزوا كويس على دارفور، جيبوا ناس مثقفاتية عشان يسجلوا الناس دي من تشاد لقائد السودان، وامسكوا الكلام بتاع ياسر العطا ده. تمام، ما يكون جبر الضرر في الخرطوم ويخلوكم انتوا ناس دارفور. شيروا الفيديو ده يا جماعه، يوصل النقطه دي مهمه جدا، نكرر النقطه دي. اسمعوا، يجب تقديم تهم الخيانه العظمى والتمرد بسلطه الدوله والجرائم التي تمس بالامانه والشرف وجرائم القتل والنهب والسلب وترويع المواطنين حتى يجتمع المجلس السيادي الانتقالي ويقرر اعفاء هذا الرجل من مهامه في مجلس السياده وتتم ايضا مصادره امواله الضخمه والمطالبه باسترجاع كل امواله والذهب الذي خرج الى خارج الوطن لتعويض المتضررين وبناء مؤسسات الدوله التي دمرها وجبر الضرر الناتج من جرائمه في دارفور وفي الخرطوم وفي كل ولايات السودان. طب كان يفهمك انك تقول ان باب الحوار الان مغلق، يعني معه لابد من محاسبته محاكمته، وكونه تنظرون اليه على انه متمرد، فما مستقبل اي حوار اذا؟ نحن لا ننظر اليه كمتمرد، انما الواقع يقول انه تمرد على الدوله ويمارس كل اعمال التمرد من قتل ومن ترويع ومن تدمير ومن نهب ومن سلب ومن اغتصاب ومن كل الجرائم التي تحدث الان في العاصمه وفي الولايات، فهذا لا يسمى بغير المتمرد. فالمتمرد يجب ان يستسلم. يعني يفهم من هذا الكلام انه كانك تقول انه امامه محاكمه. نعم. لا بد من المحاكمه. نعم. طب هذا الوضع طبيعي. ما مستقبل اذا قوات الدعم السريع في هذه الحاله؟ فينش. نحن مشكلتنا ليست مع الدعم السريع، هؤلاء هم ابناء السودان، نعم هنالك بعض الاجانب من شاد، من مالي، من النيجر، هؤلاء بعد استسلامهم واقضائهم الاحياء منهم سيرسلون الى دولهم، لكن قوات الدعم السريع سيتم دمج كل القوات التي كانت في حرس الحدود والتي اتت اليه من الترتيبات الامنيه والتي انضمت لهم وكل القوات التي انضمت لنا مع بدايه المعركه او استسلمت وكل القوات التي لم تشارك في الجرائم والنهب والسلب. اما الذين شاركوا في الجرائم سيحاكموا وسيحاكم كل من اجرم بحق الامه، عسكري من الميليشيا المتمرده او حتى المدنيين الذين يدافعون عنهم او الذين يعملون معهم او الذين يوالوهم سياسيا. كلهم سيتم محاكمة. طيب الذين يوالون لهم سياسيا الى الحرية والتغيير، نعم. النشطاء القاريين يوالوا للجنجويت، نعم. على راسهم البرلين، نعم. ايثا والدبوك، نعم. نايدا اسمه يا اخي احمد الضي واخوه، نعم. والمطبلاتية، نعم. بجهات بس اننا كلهم جت مقطع جاهزة، نعم. كويس. والناس اللي قال لك من الدول يتحاكموا بعد ذاك يمشوا، ده نفس كلام زمان. جوجو طوالي رفهم كويس، والناس سلموا زمان، هاي انت تعال يمسكوا من اضانه بنيه زي ديك السرور 16 من وين انت؟ ما اهلك وين؟ بلدك وين؟ امك منو؟ حبوبتك منو؟ انت من يا طبنتك شيخك منو؟ كويس، سؤال جديد كويس، برا عمار برضه نعم اكتبوا لي يا جماعه كويس،
كتل ديال كتل نظافات زي النظافات صافين ايوا ايوا الكلام ده صحيح اليوم ايوا سبع ضباط و 468 جندي سلموا ايوا سلموا نفسهم الناس سلموا اول ديل حبابهم عارف الما سلم ايوا وديلك سلموا ذاته واحدين يسرهم واحدين التابعين لحياة العمليات وبتاعه كان ديلك كمان جوا وربي كمان نعم شفتها اي دول على راسهم الى الحريه والتغيير نعم سندالة ده دول كبير برا بموت باقي له كله 10 يوم تمام سامين قال شنو نمشي قدام قلت مثلا عن ماذا لحقت بهذه القوات ومن يقودها من هزائم ما دام انه يعني هناك تصريحات للجيش وامس كان هناك تصريح بانه يعني تقريبا خفضت 50% من القدرات القتاليه لقوات الدعم السريع معارك عديده دارت ام المعارك في القياده العامه معارك القياده العامه التي نسميها ام المعارك الحظت بالعدو خسائر كبيره كانت غاصمه لظهر اذا الموضوع واضح ما انا مين اول الضربه قلت لكم عشان ما انتم كلكم سمعتوه ما في داعي اكرر لكم الكلام ده والخطاب ده سمعتوه وما في داعي للتكرار فبس النقاط المهمه دي بس انا جبتها لكم وبره من الحركات المسلحه حركات المسلحه دي كلها وسخه كلها جبنه كلهم معفنين كلهم ريمم الوقع والما وقع والدري يوقع والما دري يوقع ما في زول كده نظيف فيكم كلهم كلا ما اوي حبيبنا الله يرضى عليك ما في زول يستلم 5 جنيه الطاويد يجي لحلنا من الشباب الخريجين القاعدين هناك بتاع مريم الصادق هاي برضه جوا لانه بكت بدموع واي 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 برضه ما نفع عرفت كلامي؟ فالطاويل ده يجي عديل كده وان باي وان ويبنوا لهم يبنوا لهم احد دارفور بنى عديل لانه ده مليارات 2 مليار دولار بس يعني 21 مليار 5 مليار بكفينا هنا الباقي 16 مليار ده شيله 5 مليار ده كافي بدق الطوب بتاع يعمل لهم قرى نموذجيه زي الحلفاويين لما حولوهم من حلفه القديمه لحلفه الجديده عندهم حواشات وعندهم بنوا لهم قرى نموذجيه واي زول ما بصدق كلامي خليه يمشي حلفه جديده الليله اشوف الحلفاويين بنوا لهم قرى نموذجيه كيف هذا بالصحراء برضه جوا وده جوا يا زول هو اي شايفينك انت مش اتكلمت هنا شايفينك قصرك جميل كده كك حتى لو بصحت اللايف مقصوص يعني زي حسي بتاع نايدا مسحه طوالي في من اللايف حقه صح؟ لكن انا قاطعه كده نيت جبته له والله لما ينخلع الطاهر ده الفيديو بتاع الطاهر ده ما قطعته كده ضبط زي ده بالمقص كويس؟ عرفت كلامي؟ فديل ما نافين يا جماعه اي زول قاعد 20 سنه بيلحط وبياكل وبتاع وانت بعيد من اهلك وسمين انت ما عندك حاجه ولا تقرب ولا في زول بيشتغل بيك ما خدت عليك تاخ عشان الكلام ما يمشي ساكت الطاويل ده يجي لاهلنا 1 باي 1 قرى نموذجيه زي الحلفاويين قرى نموذجيه حولوهم من حلفه جديده نكرر الكلام ده للمره المليون لازم يكون لاهلنا في قرى نموذجيه واي اداره اهليه ده لازم ياخذ طلقه ده تعليمات مني والناس ما تاكل التعليمات زي البسكويت لا لا برلين ده يا اخي ده زول غنمايه ساكت يا ابو شلاطين ده ما عنده اي حاجه يا اخي مستحيل يا جماعه من المستحيلات السبع قول ما في جيش الشعب السوداني ده لو اي زول استلم بندقيه والفكره ده انا اديته طبعا الفكره ده انا اديته كبار الجيش قلت لو قبل كده والله فات موجوده عندها سنين قلت لو اي زول شعب بندقيه حسي ده بس المواطنين لو اي زول في الخرطوم قد بندقيه في جنجويتي يقدر يلف في جنجويتي يقدر يخش الى المواطنين في جنجويتي يقدر يقعد طرف حيطه لو اي زول عنده بندقيه ولا عنده قناص بس في زول يقدر يقعد نتكلم كيف عشان كده ما تشوفوا السلاح اللي جابوه والذخيره اللي جابوه في النهايه فرق له صح عشان كده بقول لك رقم التكنولوجيا الحديثه والفنيه والصواريخ ولكن المشاه سيده ام المعارك فالناس دي لو كلهم كده بقوا حرب بتاعت عصابات كلهم المواطنين شعر بندقيه والله ياكلهم الليله قبال بكره موضوع عامل زمني وسلاح بس حسي ديل سيمو بس صوت الذخيره بس جرى ولا ما جرى
عشان نقفل اللايف يا جماعه. تحياتنا لعم الزمن فات، شكرا لكم، تسلموا. اللسان ده مع طويل طبعا بيتكلم دائما طحال، اللسان ده ما عنده ادب. نحن واولاد جنيد واولاد بتيخ وبطن قرانا ده والله ما بنوريه لراجل، ونحن وبتيخ وكبش وكركديه دي طلقه بس دقه زي ده جو. عشان كده قلت لكم دقوا زهيره ساكت. الطيران ده بدون ما يدق خليه يلف ساكت، بس انتوا خسرانين حاجه مع الطيران ده، عنده غاز بس يلف كده بس غلب كده بس بموتوا كده نازل كده بس بموتوا.